هانا مشينا كملنا سرحنا سويقاتنا وشمينا هو نظيف تهبل والله ما احلاها دوليشا والنبي والله سرحت سويقاتي خلي دور الدم شويه في سويقاتي يا بنتي ديما نقول لك انت ديما هكاك ساعات تولي تبخل شويه وانت زاد ما عندكش وقت زاده ما نحبش نشغبك ليه والله ليه والله ليه اسمع ما عادش علينا وقت على الفطور وقيت وقيت بنيتي احنا ما قلنا لهم شنو باش نطيبوا اليوم شنو باش نطيبوا هيا شنو حويلكم يا جماعه لاباس كنا نعملوا في الدوليشا انا التصوفيه مشينا سرحنا سويقاتنا شمينا شويه هوية هكا وقبل ما نمشيو ديجا دبرنا الدبارة وحضرنا لها قضيتها باش نجيو طول نركبوا الطنجرة نركبوا فطورنا وديما بحذينا تاتا صوفيا معناتها عندنا حاجة زمنية هذه استنسنا بها يا اي بالطبيعة هذيك علاش احنا اليوم باش نطيبوا لكم كسكسي بالقرنيت وتوا وقعت القرنيت هكا خاطر ما ديما نعرفوا اللي فما الراحة البيولوجية نتاع القرنيت ما نصطادوهاش وما نشريوهاش توا نجموا نشريو القرنيت واللي يحب يعمل شبعة بالقرنيت يشري من توا ويطيب من توا دونك عندنا غادي حضرنا لهم ايوا عندنا القرنيت بالطبيعه فلفل الاخضر اما لونه هذا بنين برشا بنين من الاخضر يعجبني عندي هوني جوست فانيليا وبطاطا فما شكون يحب يزيد خضره فما شكون كسكي القرنيت ماذا بيه ماذا بيهم ما كثروش اقل الخضره باش يقعد نكهه القرنيت ظاهره فوالا عندنا البصل الكعب البصل هذاك في الاخر باش نرميه وعندنا بالطبيعه حمص الحمص باش نعملوا هكا فوله الجولدينه هذيك اللي باش نبثبثوا بها الكسكسي ديالي بعد ما نفوقوه واخترنا الكسكسي ديالي هذيا جيده كي كان نحب برشا انا من احسن انواع الكسكسي عندي كسكسي ديالي الرقيق هذاك الجيد يجي بنين برشا سورتو في كي باش طيبوا د البحر فوالا يجي بنين برشا باهي حضرنا ديجا المقفول هاي خلينا نحطوا ساعة النار اول حاجه باش نحطوها هو الزيت ايوه وبرشا ناس القرنيت يقولوا لك ما يتبنيش ويقعد هكا كيصح شويه صحيح لاستوس نتاع القرنيت اني انت تحط احنا نعرفوا الكسكسي ديجا يحب برشا زيت باش يجي ويتيب كان بالمرقه هذيك الفوقانيه معناها كل يديم احنا نقولوا فوق يبدا يدوم فوق دونك احنا باش نحطوا اون كونتيتي معتبره نتاع زيت الطنجره تحب القدا زيت صحيح في الزيت هذاك بيدو نحطوا القرنيت كيما هو معناها ما نزيدوش عليه ماء القرنيت كيف يسخن الزيت ويتيب في الماء نتاعو تاع ربع ساعة أربع دراج يقعد يتقلى في يقعد يتقلى ويتيب في زيتو يهبط زبدة ليسونسييل ما نزيدوش عليه الماء من الأول معناتها كي ركبنا الطنجرة فوالا كي ركبنا الطنجرة ما نزيدوش عليه الماء هذيك هي لاستوس نتاع برشا يقولوا لك راهو القرنيت ما يطيبناش راهو يقعد كيسح شوية دونك هذيك لاستوس نتاعو هو سخن له الزيت نعطيك استوس أخرى قل تحطوا قبل بجمعه في الكونجيلاتور اي والا في الكونجيلاتور انت غير خبطته هو بالحق الكونجيلاتور كانك خبطت محطوط يهبط من الكونجيلاتور طول يتحط في الطنجره في ساعه في ساعتين بصحيح ما ياخذش برشا وقت اما هو نفس الحكايه نتاع لي فيكونو نتاع البقول هذوك اي صحيح حتى كي نقليوهم يتيبوا اسرع من اللي انت باش تحطهم في البارد قبل وطيبهم من بعد دونك وما نحطوش معاه البصل زاد من الاول راهو دونك ليسونسييل تحطوا الزيت يسخن مليح تخلطوا عليه القرنيت بعد ما تحس القرنيت ديجا خذي معناتها غرض وهكا مليح في زيته وفي ماه نتاعو هو وقتها نكملوا نركبوا الطنجره ببصلها بثومها باللي يعطاها ربي الكل نقليوا عليها شويه جرينات فلفل قبل البصل نحب الفلفل المقلي انا راني هيك نحطه هو قبل خليها كيكة هو بيدو يسيب اي فوالا البنه نتاعو البنه نتاعو في وسط ما تقوليش رياض باش يجي يخس دنتو هكيكا يا اخي وقت وقت الفطور يا خيتي هو يجي تو هكا كيفاش هذا يا كيما وانا وياها جايين تقول لي يا اخي شنو غلبتوا رياض كل ما نجي نلقى بحذي وقت الفطور يجي وهو يجي فهمت ويقجم برشا قداش هدر عنده احنا بداو ناكلو يحكي يحكي كل هدره يصير هدره تاع ميسيل الشوط في بالكش انت شنو عمل ها اش عمل هكا يتهد ريتو الباب الازرق هذاك الدار اللي من غادي هذيك دارو اي عاد ليه ما عادش نتكلم سي هكا هو تقول لي انت شبيه يخلط على الفطور يخلط على الفطور ما يخلطش ويسنى فيقش مازال مراكش هو اليوم والطيران يتفجع هو لا لا ما يتفجعش هو اما عنده كيما شفتوا كيف اما راه قلبه منقور منقور شويه اما ليه في الاخر هكا الداخل الداخل الحق قلبه به قلبه به به بالكدا
هي تخليني نشوف الساعة المغرفة اللي باش نخرج بها هاك الجرينات نتاع الفلفل، خرجوهم من الزيت. قرين فلفل احمر يعمل الكيس يشره. توا باش نحطوا هاك القرنيط نتاعنا. فوالا دونك نحطوا القرنيط، شفناه كيفاش ما زدناش عليه حتى شيء. أيه. والزيت سخون ديجا حامي. أيه. نخليوه هكاكا يتقلى في وسط الزيت نتاعو بالماء نتاعو، ما نزيدوش عليه حتى شيء شمير او حتى شيء، حتى نفاح اي يطيب في الماء نتاعو، يطيب في الماء نتاعو، لازم يقعد يتقلى مده، لازم يقعد يتقلى مديده. أيه. احنا نقولوا نتاع 4 ساعة 4 دراج هكاكا. طنجرة الكسكسي هو قد ما يطيب هكا سله سله قد ما بيه قد ما يبدا بنين. أيه. وباهي هكا هاو نخليوه هذا، نصبروا عليه شويه احنا في ديارنا مادام عملنا الكسكسي مادام نهار حد نورمالمون احنا ديما هكا دونك نصبروا نتاع 4 ساعة 4 دراج. نرجعوا لكم شويه تونه اخرى، خلي القرنيط ياخو حقه في الطياب في التقليه نتاعو. وي خليت وقتها يظهر لي نتاع تراه نشوف ها تشره. شفت كيفاش بيضه تلالش هكاكا؟ تعرف كيفاش تنظف القرنيطه؟ تشد القرنيطه برشا ما يعرفوش ولاك لي جون ماريي وكل ما يعرفوش مساك. ناخذ نشدوا القرنيطه هكا، نجيو في كرشه نقصوها بالمقص، ننظفوها من داخل الكل، نغسلوها ونحطوها تتصمد 3 دقائق في الماء. توك القشره الكحله هذيك كلها تتجبد كل مع بعضها تقعد بيضه تشرح. ماء سخون دونك صح، ماء سخون يلزم ماء سخون يغلي تحطها فيه 3 دقائق من زمان ونهزوها. تو القشره وحدها تتنحل كلك القشره الكحله اللي من فوق. وتنظف وتقعد بيضه هكاك مزيانه. اي شفتوا كيفاش اذا كان قاعدين تشوفوا في الطنجره كيفاش عملت ماها وحدها. هي هذاك هو الماء نتاعها اللي مع الزيت اللي طابت فيه القرنيطه مليح مليح. توا نجمو نحطوا البصل نتاعنا نقليوهم. شو تاينا باش كامل نحط طنجره وانت تحب بثبت لي الكسكسي. اي مسير شويه علاش لا. حطينا البصل هذا الاولاني اللي باش يمشي كيف كيف في التقليه باش نقليو به. الثوم كيما قالت لي تاتا صوفيا باش نحط نصه من الاول هكا ولا اي والنص الثاني من بعد باش في الاخر بالكل باش يخليك النكهه البنينه. باش تقعد النكهه البنينه نتاع الثوم والبحر كيما قالت لكم تاتا. يحب الثوم يحب الثوم. اكثر حاجه يحبها هي الثوم، يحب الثوم بالقدا. هاكم شفنا كملنا قليناهم البصل هذاك المقصوص جيد، خاطر البصل الكعب هذاك باش يقعد صحيح كيما بقيه الخضره. وحطينا الثوم كيف كيف. والله يا جماعه ريحه خرجت تعمل 66 كيف في واحد برشا. نكملوا توا نحطوا الحمص كيف كيف، كيف يتقلى الحمص من الاول زاد يعاوننا في الطياب ما يبطاش علينا برشا. هاك هذيك بثبثناه بالماء السخون. والماء السخون هاكا حاضر من عند البوبيا نتاعي نتاع الفيزا. سايني استانست بالكوجينا تاع انت. سي سي تعودت عليها. تعودت هاكا. تعرف اللي فما ماء سخون بالماء تعرف اللي فما. حاضر باش. قلينا هاك الكعيبات حمص. ايوه. توا باش نكملوا نركبوا الطنجره بالطماطم معجونه. هاكا. نتاع زوز مغارف ماكله نقولوا احنا هذوما هكاكا ما يجيش طمطم ياسر الكسكسي نتاع الحوت راهو يجي ناقص شويه طماطم. لا ما يحبش الطماطم برشا. ما يحبش الطماطم دونك كملنا حطيناهم ونحطوهم كيف كيف للتقليه هكا. توا باش نحط نفوحها. عندنا الملح برشا يقولوا اللي القرنيطه خاطر ولد البحر تبدا مالحه. مالحه اما احنا رانا صمتناها قبل باش نظفناها هكاكا. الملح نتاعها ماهوش ياسر ياسر. فلفل اكحل وملح. باش نزيدو نحطو تشايشه كركم هكا. فما شكون يحب يحط فيه كمو، انا نحب تقعد هكا البوم تاع القرنيط. انا زيد ما مليح. باش نزيدو توا المغيرفه نتاع الفلفل الاحمر ونسقيه طول، خاطر الفلفل الاحمر نعرفوه ما يتقليش. لا ما يتقليش يتحرق. ما كانش يتحرق. أي. ونمرقوا على رويحاتنا. هاي مرقتش انا. تاتا كملت بثبتك الكسكسي هذاك. ونحطوه يفور. احنا باش نمرقوا هكا.
خليه ونكمل القرنيت والحمص يغلي على روحه. أيوة. من اللوطه والكسكسي نتاعنا ديالي يفور من فوق، والخضره هذه باش نحطوها في الاخر ما تقعدش برشا، هي باش تطيب. حطيتي اي مش برشا، ما يزلنا كمان الكسكسي يفور ساعة بالطبيعة، والقرنيت والواحد نرميها في الاخر تقعد حية. تستنى في الكسكسي خلي نحطهم يفور وي. هاي ايجا خنخليو الكسكسي يفور. هاي الكسكسي نتاعنا. وخنحضر لك المنديلة من فوق. والله العظيم شهيت الكسكسي بالقرنيت. انا القرنيت بنين برشا يهبل، مش خير منه ترى. هو تو ما جاش هكا كريا، مش باش يجي زعما ما يجيش ما نعرفش، لكن ما جاش معجزه ما نتصورش. راهو قاعد يشم، راهو جا راهو في اول نهج تو قاعد يشمشم في ريحه الكسكسي والقرنيت فاوح. ما شمش ريحه القرنيت وكيفاش انت تو يجي ويقول لك صح الكوفي يا تاتا هذاك اسمع عيني زعما هكا طلقت المحمصه في تاع قاع الطنجره يلحظ برشا. صح انت يا والله ما احليها الكوب وتيتك. لا والله يعطيك الصحة عايشك. تبل عايشك ميرسي. إجا خلينا نحطوها هكا توا الكسكسي نحطولو باش يتنفس هكا شوية. أي فيه هكا الدور هذا اللي باش ننفسوا بيهم. أيوة. فوالا. ونغطيوه. أيوا أنت تحب تغطيه. تحب تخليه باش مغطي. اذا كي باش تغطيه تحط المنديلة. آه. اذا كان ماكش باش تغطيه لوين المنديلة خليها هكاكا يفور. خليه يفور. هو يطيب فيسع. ما فهمتش على خاطر باش يطيب فيسع. قلق روحك. هو قل حق كسكسي ديالي يطيب فيسع. صحيح. امين على اصل العادة نحطها هذيك نحس روحي بالحق ركبت طنجرة ومقفول. مادامك تحب على العادة باهي. الله لا يقطعنا عادة. الله لا يقطعنا عادة. ميسينش تتاع هاي خويا. تحبوا يطيب فيسع. يسالش بيه كملنا هذيك. أيوة. كل الخضره ما تنسيش باش تخليني من بعد نرميها يا تتا. الخضره والبصل كل ما بعدهم والثوم. احنا باش نعملوا شبع بالكسكسي هذيك. أيوة. علاش قلنا نعملوا جوست هكا سلايطه سلاد دو فروي على تونيزيان. أيوة. كي نقولوا على تونيزيان زعما الباز نتاعها شنو طلعوه تونس. مش معروفه تونس. او الدقله. الدقله اي فوالا. عندنا سلاد تونيزيان دونك سلاد دو فروي على تونيزيان. ايوه الدقله هاكا قصيت هيلك طريفات والبرقدين كيف حتى البرقدين نتاع تونس. نتاع تونس بالطبيعه. باهي وعندنا كيف كيف هذايا النعناع باش نقصوه في وسطها. يتقص. وباش نخلطوه بسكر فلور دورانج نتاع فانواز. جيهيلة. فيه المطعم نتاع المزهر نقولوا احنا. في عوض باش نقعدوا نلوجوا في دبوسه الزهر. فوالا كنحطوا هذيك. هكيكا امورنا هينيا. شنو مازال اخر يا سلمى؟ ياسر. هكا هاو نعطيك جوست واحده بول هكا باش تخلط فيها. باش نخلط فيها واعطيني مغرفه بنتي. هاي هكا البول. ايوه. وهاي بسم الله عليك لطف عليك. وهاي المغرفه. استنى نشوف مغرفة أكبر شوي. مثال سافا هذيك سي بون سي بون سي بون سي بون باهية هذيك. هاي تفضل. يعطيك الصحة. باهي نحطوا البرتقال. تعرف سمر مشيت شريت عرجون دقلة باش نخبي رمضة. رمضان توا. نخبي رمضة خاطر توا. هما توا مازال كيفو في موسم جني توا وقيتها. باهية برشا وحتى السوم باهي ما تعرف توا يجي رمضان وتزيد تغلى برشا علينا. وما عادش نلقاوها كاليتي باهيه. شنو عملت لها؟ شديت الدقله مسحتها بمنديله ما تتغسلش تتمسح بمنديله. أي. من الديار. هذه راهو انا ديما نقولها نقول لهم راهو الدقله ما تتغسلش. الدقله اذا كانت غسلت ما يصف تفسد زاده تفسد فيسا. تحطها تفسد لك في الفريجيدير. احنا هكا في دارنا ما نغسلوهاش جوست نمسحوها مع الدجلة. احنا باش نخبيوها لرمضان. فما شيء باش نستعملوه توا وشيء باش نخبيه منه. شنو نعمل لها؟ ناخذ نمسحها بمنديله ملديه ونحطها في بواط ترميتيك نفرش فيها البابي اسويتو ونحط فيها الدقله نتاعي هذيك الممسوحه بمنديله ملديه ونسكر عليها بالكدا ما نخليش الهواء. سينا نخبي في الكونجيلاتور نحط في ساشي نخرج منه الهواء ونحطها في الكونجيلاتور تقعد حتى بالستة شهور بالسبع بالعام حتى. ديما نعمل هكا كل عام تقعد كيما هي هاكا اللي توا يمشي ويشوفوا توا تبارك الله الموسم نتاع اي مديما موجودة اي مديما موجودة بالكدا دونك ورخيصة ما تعرف رمضان كل شيء يغلى به تحط السكر اي
ليه احنا باش نحطوهم هكا، احنا جوست باش نحطو لها سكر دورانج اللي هو للمطعم نتاع السكر دورانج. اي تعمل حاجه بينا هكا ومنها يحليها ومنها يحليها دوزونا هكا يفوح ويحلي. باهي يا خينا وين حطيت الوحده نتاع الكسكسي؟ اه هاي هزيتها الغادي نسيتها. باش نحط الخضره خليها تغلي. باش نحط الخضره، وكي نحطوا الخضره انا ديما كي نحط الخضره نقص شويه في النار باش يبدا الزيت يطوف. اي صحيتك. هو ما يطلع الزيت ما يقر زيتها، ما يقر زيتها كان ما كتواتي في النار. فوالا اذا كان قر زيتها راهي الماكله طايبه. هذه هي ستوس من غير ما تمس القرنيط. الطنجره نتاعي ما تقرش الزيت في ساعه، ما تنجمش تقر الزيت الطنجره والنار على ما يجي. كان ما توطي في النار. اي أيوة. توطي في النار باش تنجم تقر زيتها. باهي حطينا هذا الخضره باش تاخذ غلوه، يكمل الكسكسي يفور ويوطيه شويه على النار باش تقر الزيت هذاك الزيت اللي باش نسقيو به من الاول باش يحمر لنا الكسكسي. الكسكسي فوالا ريحة الزهر فيوحة هكا ضربتني. ريت كيفاش والله ريحة فيوحة والله بخاتيك برشا. والله بخاتيك برشا خاطر توا باش تلقاها. كنا نقطروا يا حسرة، كنا نقطروا يا حسرة وقت اللي كان عندنا الوقت. اما توا وقت والاسباس زادا وقت اللي توا النساء تبدا تجري وكل صحيتك. هكا اللي ما الحق ما عندوش برشا وقت عندنا عندنا فانواز انقذتنا في البوم تاع الحق. ريحه فيه وحتهبل والله ريحه بنينه مع هكا الكعبات النعناع اللي قاسينيهم فيوح ما فيه النعناع فيوح وزيد عطاه مع لي كولور نتاع اي منظر حلو حاجه ياسر محلاها. باهي شنو اللي مازال؟ ما حطيتش الثوم انا في الاخر. كمل طرف الثوم هذاك ما تنساش قد ما تحطه مأخر باهي. ما نحطوش توا مالا نزيد شويه اخر. اي تحطه مأخر باش تقعد ديك النكهه البنينه. خليها زينتها نجم تحط هكا كعبات من الفوق زينوهم كي تحب. هاتهم زينوها باهي زينوها علاش لا. والله انا نهار الكسكسي نحب هكاكا كاين بالحق كاين ياسر ياسر صنفت مع الكسكسي راني زدت سلايطه يجي معاه حتى شيء. والله هاي الكسكسي لازمك تاخذ منه شبعتك. هي ما كاينش ما يتسميش كسكسي عندي يجي معاه شيء. والله كمل كسكسي بالقرنيط مشتهي. شو حاجه هي لبرشا هاي ديما انت تعمل لي شهواتي الحاجات اللي نحبهم طيبهم لي. مين اش نعمل يا تارا بفضلك هكاكا انت ورياض الزو انا رياض اسكت تجي نلقى وتفكرتو كان ما يجي رياض يجي نلقى يحط كل شيء غادي. يا الله تعرفش المره اللي فاتت جيت لقيتو ديجا حط الخضره وحط القضيه ودبر الدباره وبدا زعما روحو يحب يبدا هكا هو لا ما عادش نتكلم. السلام عليكم. اللهم صل يعني ان شاء الله ما تسمعنيش. اهلا بلا صوفيا على السلامه. مرحبا 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 هالخطا السعيد اجعلني غابة ونسوية حطابة. اي ربي كيفنك يا ليلى. مرحبا بيك يا بنت سيدي سالم. على ذمتك يا بنت سيدي سالم. انت سمعتنا مطيبين كسكسي بالقرنيطة ولا تو برك تعديت؟ حتى هو غدوة اللي حتى هو موسم موسم راهو كان يشم راس النهج هذاك الجو. كنت في هنا حتى الدنيا هبت سخونتري كنت في الشارع قلت ما توا يهبط السرد في العش بعد المغرب. يهبط السرد في العشيات. فهمت هكا. شو عملت؟ مشيت عندي حديت خليت الشبابك محلولين تخرج هكا ريحه الدهن وسلفاسير من الدار. سلفاسير والدهن ما قلت كذا من الدار. الدار هذيك اللي باش نبدل بها الازرق. هكا دهن الحمد لله. ان شاء الله مبروك ان شاء الله مبروك. يبارك فيك هكا دخلت انا والعواشر قد قد. اي تبارك الله. ايش المال جارك؟ مرحبا. هكا باش تولي ساعة ساعة حتى مع بعضنا. لا كي تحب تسرح سويقاتك هاكا هو يخرج يعمل دورة في الحومة ديما يعمل مارش. ريت انت كيف يجيب لك حكايتك الكل. قدرة ربي غروق الشهرين يبدا يعرف حكايات الحومة الكل ليس الكل. لا هكاكا ما عادش يغيب عليه حتى حد. مال احنا نزيدوا يظهر لي واحدة أخرى مادام باش يجي يفطر بحذانا. اسمعوني احنا نخليو الكسكسي يقر زيته شوية باش نجمو نسقيوه. نمشي نحضر عدد الدنيا والطاوله. ادخل ادخل انت جا احكي لي. فما كلمه يقولها البنزرتيه اللي يحكي برشا تو نقول لك يقجم برشا. هاني فهمتك علاش قلت لك جاني غابه ونسيه حطابه. جاي معينا.
ما حتى انا شدتني الشهيقه في الثنيه خنزوز سامحكي زوز زوز نرجعوا لكم شويه خلصت لكم الكسكس يا جماعه هيا تعالوا نمشوا نشوفوا شنو جايب لك حكايات هيا خلينا نشوفوا تتا وي فور الكسكسي ليك هاو الطاب سي بون طابه هاي هيت غنحلوه هز غنحلوه اعطيني كل مغيرفه بنتي هيا طاب فور الكسكسي كعبه 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 يشرط برك الله كعبه كعبه واصفر يهبل كي ذهب والله يشرط برك الله ما شاء الله يشرط وجويد محليه وجويد محليه جيبين برشا جيت هاي هيت عليك الكسكسي فوالا وتوا باش نحلوه بفوله جولدينا جولدينا فوالا هكا في عوض السمن نحطوا الجولدينا احنا خلينا جولدينا ونلوجوا على السمن اي تبنى نزيد تبنى برشا اخف اخف من السمن اخف ها هاي كلام غيرفه وباش نحلوا توا الكسكسي تاعنا هكا سافا به ها اي هكا سافا فوله اي فوله هكا باش تبنن وتحل الكسكسي تبنن والكسكسي هكا هو اهبط كعبه كعبه كي تفور لا يا اخت كيفاش هذاك اللي عجبك فيه كسكسي ديالي يهبل هيت عليك المغرفه هذيك ما عادش حاجتك بها لا سي سي عاد ما قلتليش الا صوفيا نعم نقول قلتليش منين جبت الهدره كنا عطاني تبارك الله ماني انا مشيت البنزرت اي من البنزرت من البنزرت مشيت سيد علي المكي اه صح سيد علي المكي تقول لي شكون ليه تمشي تزور اسكت ليه اسكت شكون زعما حسب رايك نزيد قربت لك لا سيد علي المكي قاعد حل متكي ايوا شكون في سيد علي المكي هاي المراه اللي ربيتها ميمتك اي خد شريفه شريفه ايوا شريفه والدنيا ريت تبارك الله عليك ليه هكا شريفه وقتها السيده اي اي تبارك الله تبارك الله شويه شيء ما يفوتوش شيء توا صب لي شويه السقا ها باش نسقيوها شويه ايوا نطفوا هكا ونخليوه هكا الزيت الفوقاني هذاك باش يحمل الماكله ونخليوه صحيتك هكا 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 ايوا فوالا شنو شنو هانا نطفوا في الزيت ايوا سقي باش نخليوه يشرب سقاه من الاول ايوا هاي نسقيوه احنا يا جماعه صلي على النبي شنو هو؟ كان نعرف انا جبت ولد السفيق يضرب في الترومبيتا فما شكون يضرب في الترومبيتا ما في بالكش انت هذاك اللي ناقص عاد توا الترومبيتا خلي خريط معروف يا رحمه باهي اسمعوني احنا نكملوا نسقيوا الكسكسي نتاعنا نتلاقاو شويه اخر على الطاوله هيا اتو تالوغ فزيروا الحكايه باش يحكيوا شو الخامة وشنو قولك هاي هاوكا في الفلفل كيما تحب انت حليناه نجمة هاي نجمة قشرناه وحطيناه باهي هكيكا يحرز محرز المهم يحرز محرز هاكا شهوة تتاع هذيك اليوم صلي عني بيوريحته ريحته تهبل فيه ما شاء الله في الجنة لا سوفي يعيشك ربي فضلك هي انا خاتيني ماني هنا باهي انت هاكا تبارك الله قلفتها في الكوجينة يا ربي يا ربي يا ربي ريت كيفاش هكا جايب لك الاخبار الكل طيب اي والله وين في الاخر تبارك الله عليك جايب صغيرة الدنيا صغيره هي هي تونس قدن هكا هو مغرفتها راهو تبارك الله مش مغرفه هكا ان شاء الله نكونوا وديناكم بغسيت نتاع كسكسي بالقرنيت ينفعكم سورتو للناس اللي كيما قلت لكم كانوا ديما يقولوا لنا القرنيت ما تجيبلهمش لي استوس اللي اعطيناكم لي استوس اللي قبيله قلت لكم عليها نورمالمون يعاونوكم احنا كملنا الدباره نتاع اليوم وسيدي يا ذا هاك اخلطت على الفطور قد قد انتم دخلتوا نورمالما غدوة قد قد في نفس الوقت هذا على نسمة 6:04 هيا نتلقاو غدوة في لمي باي باي